مرحبا بكم الناس اللي كل في أخبارنا الرياضية. يوسف البليلي يسخر من عمل الأجمل ويحدث ضجة في تونس. باش نشاهدوا أكثر تفاصيل على هذا الموضوع، ما تنساش جيم على الفيديو، أبوني للشين يوتيوب متاعنا باش توصلك كما قلنا آخر الأخبار. أحدث يوسف البليلي نجم الجديد لمنتخب الجزائر ومهاجم الترجي أزمة جديدة في تونس، وذلك عندما سخر من لاعب النجم رذيل الساحلي عمار الأجمل بطريقة مستفزة. وكان اللاعب الأسبق لاتحاد الجزائر احتفل بهدفه في مونديال الأندية أمام ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي بطريقة فيها استفزاز لمدافع النجم رذيل الساحلي، وهو ما أشعل حرب على صفحات التواصل الاجتماعي. ولأن ساندت جماهير نادي العاصمة التونسية نجمها الجزائري، فإنما في المقابل تعرض لحملة انتقاد قوية من جماهير النجم الساحلي التي ثارت عليه واتهمته بإشعال نار الفتنة بين الناديين.